شوفوا شوفوا سبحان الله، شوفوا هاي هنا مكان الإمام الخطيب، قصر كبير جدا. مرحبا بكم يا أصدقائي، واليوم راح أخذكم بجولة من النمسا إلى تركيا إسطنبول، حيث هناك التقيت الوالدة وأخذناها فرة جميلة إلى مسجد السلطان سليمان ومسجد صوفيا. فتعالوا ويانا خلينا نفتر ونشوف أهم وأجمل المناطق اللي تفرجناها أنا والوالدة في إسطنبول، حتى صعدنا العبارة ودخلنا. على الفيزا الإلكترونية لفيزا تركيا من خلال وإحنا وقاعدين على الحاسب على الكمبيوتر ونستخرجها بخلال 5 دقائق. ففي الفيديو القادم أوعدكم أني إن شلون نطلع الفيزا الإلكترونية مال تركيا بعد ما يحتاج نروح سفارة وندفع 125 دولار. ماشي يا أصدقائي، نروح للتور ونروح للفيديو هذا الجميل من النمسا إلى إسطنبول. تحياتي لكم. طبعا مثل ما تشاهدون اصدقائي هنا السواح، وصلنا الجامع مثل ما تشاهدون امامكم، هذا هو جامع سليمان. رسوي الو الو بيجي تسوي اليس جود مسكين مسكين فيليش باس فون هير استستي كلاب فون هير. تعال يلا خلينا نمشي منه. شوفوا هذا الجامع قصر سليمان، يلا خلينا ندخل داخله ونصور لكم. طبعا هاي البوابه يا اصدقائي المدخل مال قصر سليمان، وهنا طبعا الوالده رجعت تتمشى وتشوف هم تلاحظون امامكم، وهذا هو المسجد الكبير. سبحان الله، هذا هو مسجد سليمان قصر السلطان سليمان، وهذا المنظر على كل شرف اسطنبول. هنا المكان مال التصوير، وهسه راح ندخل الجامع من الداخل. ما شاء الله قلعه كبيره. خلينا هسه نطب داخله ونشوفكم يا اصدقائي، خليكم متابعين يا اصدقائي. مثل ما تشاهدون يا اصدقائي احنا هسه دخلنا للحضره مال قصر سليمان اللي احتل العالم. مثل ما تشاهدون امامكم هذا المكان الجبيل العملاق، هذا القصر ماله اللي قدر يحتل اغلب العالم. طبعا وهذا المزار مالته، مثل ما تلاحظون راح ندخل للداخل مالته، الحضره مالته. نشوف الداخل مالته مال القصر مثل ما صوروه هم. طبعا هسه يا اصدقائي دخلنا الى حضره المسجد مال قصر سليمان، هذا هو امامكم. سبحان الله قلعه كبيره. هواية مساجد، هواية عالم، هواية روعة روعة. اللي يجي اسطنبول لازم يزور قصر سليمان. سبحان الله، هذا المكان كان يحكم هنا الدولة العثمانية. تلاحظون يا اصدقائي طبعا دخلنا يا اصدقائي هسه للجامع، وراح اشوفكم الجامع مثل ما تشاهدون هسه امامكم. نفر الكاميرا، منظر جميل الجامع سلطان سليمان. شوفوا شوفوا سبحان الله، شوفوا هذا هنا مكان الامام والخطيب، قصر كبير جدا بكل اسماء الله النبي الله محمد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام، والحسن والحسين سلام الله عليهم. جسمك أزبر، مشتاق يعني صراحة إلى المساجد مالتنا الإسلامية. صار لي زمان يعني ما شفت مساجد يعني تعرفون بأوروبا مختلف، يعني منظر جميل جميل جدا جميل جدا، تحسون بالراحة والأمان والخشوع لله سبحانه وتعالى. والعالم اللي تزور اللي هنا طبعا مثل ما تلاحظون امامكم مناظر جميلة يا سبحان الله. شوفوا شوفوا القبعة، يا سلام. سألكم اللهم الدعاء يا ربي الموفقية للجميع وزيارة هذا المكان الجميل الأثري اللي له تاريخ
قصة تاريخية في زمننا الماضي. أعزائي الأصدقاء، طبعا نرجع وياكم أيضا نكمل الجولة. طبعا صعدنا هسه بإحدى العبارات، راح نروح لمنطقة بسفور، هسه راح نروح نشوفها. بس شوفوا الأجواء الجميلة اللي هنا، هاي العبارة، يا سلام. شوفوا 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 هنا، شوفوا هنا. مكانكم جدا خالي وجميلة يا اسطنبول، حقيقة استمتعت بوجودها وهاي العصافير والطيور الحلوة. المكانات اللي هنا مثل ما تشاهدون أمامكم منطقة كلش حلوة، وراح نكمل التغطية بالجهة المقابلة أيضا يا أصدقائي. مشت الباخرة، شوفوا هسه مشت الباخرة، احنا بنص البحر انه بالطيور الحلوة ورانا. سيجون هسه شنو نسوي احنا؟ والله مريم مكانك خالي يا بابا، على النقطة الخضراء، النقطة الخضراء هي النقطة الخضراء هي الكاميرا. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شنو ورانا؟ شنو هذا ورانا؟ يوم ما ادري تعرف جامع صافي. هاش طلعت جامع صافي من تركيا بعد شوف وين صعدت عيني، شوف وين صعدت. 2 ساعات ومضيش لك ابو عاصر. بس بعد شوية تمشي العبارة، عيني تمشي العبارة تبدي السعادة. اي السعادة اي. بس احنا صعدنا فيديو، صعدنا فيديو. شنو هاي؟ شوف 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 الطيور الحلوة المهاجرة. شلون مكان حلو. شايف الباخر يا حبيبتي يا امي، انتي ونوره نوره انتي وعلاه وان شاء الله والشهد وطه حبيبي حبيبي يا الله يحفظك. شوف المناظر الله يخلي لاخوكم.